السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان الأعزاء أخوات، مرحبا بكم معي مجددا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات سفيان القراوي على مدونة لا شيء مستحيل أمام الإرادة. بطبيعة الحال هذه الحلقة يعني موجهة للإخوان القاطنين في المغرب حول إيطورو. إذا أستسمح من الإخوان يعني من جميع الإخوان من مصر، من الجزائر، السعودية، يعني كل البلدان يعني العربية، يعني أنا أستسمح لأنني سوف أتكلم يعني بالدارجة المغربية، لأن الدرس هذا يعني خاص فقط بالناس القاطنين بالمغرب وكيفية شحن الإيطورو من المغرب. إذا قد تكون طريقة مشابهة يعني في البلدان، لكنني يعني أستسمح وأكرر يعني أطلب السماح من جميع الإخوان لأنني سوف أتكلم باللغة الدارجة لكي يفهمني يعني الإخوان المغاربة وكيفاش يشحنوا الحساب ديالهم في إيطورو. وماشي غير الحساب ديال إيطورو، يعني يمكن لك يعني تشري من الإنترنت، تقوم بتفعيل الحساب ديالك بايبال أيضا، يعني انطلاقا من المغرب. نعم يعني هناك حلول، هناك يعني فيزا كارد خاصة بشراء من الإنترنت، يعني هناك الناس، بعض الناس لا يعرفون هذه الأشياء هذه، يعني بعض يعني هناك من يعرف، هناك من لا يعرف. يعني الفيزا كارد اللي كتعطى في المغرب خاصة بالشراء، لكن شريطة ألا تتجاوز 1,000,000 مغربية أو لا تتجاوز 10,000 درهم. إذا جيد، إذا قبل ما نبدأ أخي الكريم أختي الكريمة، يعني أنا غنشرح على إيطورو. يعني إيطورو اللي سبق لي وأن شرح طريقة الدخول إلى الموقع، هو الدخول إلى الموقع أو التسجيل في الموقع مجاني، لكن لا بد أن تستثمر. إذا لديك حساب ولا تستثمر أي شيء، يعني كيبقى الحساب ديالك ديما في الصفر، يعني ما غادي تحط حتى شي حاجة. كما قلت كتبدأ من يعني تقريبا، إلى حطيتي مثلا $200 كيزيدك الموقع $100 إذا قمت بالتسجيل من الرابط الذي قمت بوضعه، يعني اللي وضعته في الأول. إذا جيد، إذا غنخلي يعني المكان ديال الدرس يعني في الأخير، يعني في آخر الفيديو سوف تجد أيقونة الدرس لكي تنقر عليها وتذهب مباشرة إلى الدرس وطريقة تحقيق دخل قارة من إيطورو. إذا جيد، إذا أولا أخي الكريم أو أختي الكريمة، نمشيو لأي شركة أو أي بنك خاص يعني في المغرب. يعني كل البنوك كما كنعرفوا، غادي نحاول نشرح بطريقة مبسطة جدا، كل البنوك كتعطينا واحد لاكارت اللي هي فيزا كارت اللي كتكون خاصة بنتيريو بها من الجيشي في المغرب، يعني أي جيشي يمكن لي نتيري منه. لكن اي بنك عنده واحد لاكارت اخرى سميتها بنك يعني الكترونيك كارد، ولا كاين بحال مثلا ماي اي كارد. تقريبا غادي نشوف الا عندي انا ماي اي كارد، يعني تقريبا انا يعني قمت بوضعها في الشركة العامة، لكن الشركة العامة تعطي تقريبا مثل هاد لابونك هذه تقريبا. لاحظ معي اخي الكريم، اذا كتعطي بحال هاد الكارطة هذه، بحال هكذا. هاد الكارطة هي خاصة فقط بالشراء من الانترنت، يعني تشري من الانترنت، تفيريفي الحساب ديالك في بايبال، يعني بزاف ديال الاشياء. شريطة الا تتجاوز يعني تقريبا يعني 10,000 درهم، اللي هي 1,000,000 مغربية. غتمشي لاي بنكة عندك، مثلا عندك حساب في اي بنكة، سواء كانت يعني الشركة العامة، كانت يعني البنك الشعبي او البي ام سي، او يعني هناك العديد من الشركات، او يعني البنوك او شركات البنوك في المغرب. غتمشي عندهم وتقول لهم عافاكم، بغيت واحد لاكارت خاصة بالانترنت بالشراء من الانترنت. غادي يقوموا باعطائك يعني كارت، كتخلص على لاكارت 100 درهم، يعني 100 درهم في العام، يعني غنخلصوا على لاكارت 100 درهم في العام. هي مزيانة لينا ماشي غير الايطورو، مزيانة لينا نشريو من الانترنت، مزيانة لينا يعني نفيريفيو الحساب ديالنا باي بال اذا بغينا نشريو يعني اون سيكوريتي. ويعني كما قلت يعني مزيانه، يعني عندها المزايا مطلقه، يمكن لي نشري لي يعني لي سكريبت، نشري اي حاجه انطلاقا من هاد الماستر كارد او من هاد الفيزا كارد اللي يعطوا، ولا الماستر كارد، سا ديبون على حساب كل بنكه شنو كتعطي. المهم الشركه العامه، انا كنتعامل مع الشركه العامه، كتعطيني كتعطيها ماي اي كارد، وهناك او اي كارد، او يعني او اي كارد على يعني في البنك الشعبي على ما اظن، كما قال لي احد الاصدقاء. اذا جيد، عندما ملي كنمشيو كتفعل لنا هاد لاكارت هذه، يمكن لنا بهاد لاكارت نشريو اي حاجه، شريطة ان نبقاو محافظين على هذوك النوامر اللي كيكونوا ديك 16 رقم، يعني نحاولوا
من الاحسن تفيريفي بها باي بال، الا فيريفيتي بها باي بال يعني مثلا قمت بتفعيل باي بال. تفعيل باي بال هو سهل جدا، تقوم بالذهاب يعني باد اجوتي يعني اضافه كارت او فيزا كارت، كتقوم بوضع يعني النوامر، كنحطو النوامر ديال الفيزا كارد، من بعد كتسنى واحد 3 ايام يعني كيصيفطوا لك الميساج ديالك او الميساج كيصيفطوه للبنكه ديالك، يعني واحد الكود كيكونوا فيه 4 ديال الارقام كيصيفطوا باي بال للبنكه ديالك، كتتصل بهم كتقول لهم عطوني عافاك دوك الارقام الاربعه سميتو، يعني كتلقى بي بي يعني نجمه ودوك الارقام، يعني ملي غادي ناخد هذوك الارقام او ملي غادي يعطوني البنكه هذوك الارقام اللي جاهم في الميساج، لان ما كيطيحش عندك في البواط، كيطيح عند البواط في البنكه في الكونت ديالك بطبيعه الحال، يعني كتاخد دوك الارقام كتقوم بالفيريفي او عمل تفعيل يعني الباي بال ديالك، وغادي يصبح الباي بال ديالك مفعل ويمكن لك تشري به اي حاجه، وهنيئا لك اذا. ويمكن لك تخدم به ايضا بايتورو، وكما كنعرف واحد الطريقه يعني ايتورو باش تسحب الاموال ديالك، يعني لابد ان تقوم بوضع باي بال. لماذا باي بال؟ يعني باي بال هو جيد جدا يعني حيتاش ملي كنحطو مثلا ايتورو كنحطو الباي بال، يعني كان مثلا كنخلصو باي بال في الاول، يمكن لينا نسحبو الاموال داك باي بال اللي خلصنا منه في الاول، يعني يقدر يكون شي هناك يعني يقدر يكون شي مشكل الا درتي شي حساب اخر ولا شي فيزا كارد اخرى، يعني يقدر ما غاديش يعرفها، يعني حسب التجربه اللي جربت انا قمت بالسحب من هذا الموقع هذا. كنعطيك اخي الكريم اختي الكريمه يعني التجربه اللي قمت بها بهذا الموقع هذا، يعني باش تستفد انت ويستفد كل يعني كل الاخوان من هذا الفيديو هذا اللي غادي نحاول نشرح فيه كل مزايا. بعض الاخوان يعني قال لي يكون نصوب حساب ايتورو ديالي، متفق معك، نرفع مثلا الصورة ديال البطاقة الهوية ديالي اللي هي السين اللي هي الكارت ناسيونال ديالي نرفعها، لكن مثلا ندفع في عوض نمشي انا ندير بالكونت ديالي، ندير مثلا فيزا كارد بسميتي، انا ندير فيزا كارد بسمية ديال احد الاصدقاء، هو يخلصني نعطيه انا الفلوس وهو يمشي يدفع ليا بالفيزا كارد ديالو، ولا يعمر لي الكونت بالفيزا كارد ديالو. هذا خطأ فادح، حيت الا مشيتي تدرتي خويا ولا اختي هذه الطريقه هذه غادي يبانيو ليك الكونت في البلاصه، يعني غادي يحيدوا لي الكونت ديالي في البلاصه. علاش؟ حيتاش انت يعني السميه اللي كاينه في لاكارت ناسيونال اللي عطيتيهم ماشي هي السميه اللي كاينه في الماستر كارد ولا الفيزا كارد اللي خلصوا بها، هكا غادي يمشي لك الحساب ديالك، غادي يمشيوا لك الفلوس ديالك، ويعني يقدروا يبلوكيو لك حتى ديك يعني ديك لاكارت ما تبقاش تخلص بها في مرات اخرين، او داك صاحبك يقدروا يعني يبلوكيو لي ديك لاكارت عندهم في الكونت ماشي في شي جهه اخرى، فقط ما يمكنش يشري بها او يعني يخلص بها يعني دفعه اخرى. من الاحسن انك تقوم ترفع لاكارت ناسيونال ديالك، هذا من الضروريات، وترفع يعني وتخلص بالفيزا كارد. علاش هادشي؟ علاش انا قلت لك اخي الكريم واختي الكريمه انك يعني فقط تمشي تاخد فيزا كارد ديالك يعني خاصه بك، يعني لا بغيتي تخدم بالفيزا كارد ولا بغيتي تخدم بالباي بال، المهم يعني ان يكون داكشي مفيريفي اخي الكريم باش ما يتبناش لك الحساب ديالك، لان هناك يعني العديد من الاخوان، كاين بزاف من الاخوان قاموا بحظر الحساب ديالهم يعني في هذا الايتورو، لانهم قاموا بوضع فيزا كارد اخرى لاحد الاخوان، يعني يعني ضاعت لهم الاموال ديالهم هكاك وصافي. اذا هذه طريقه يعني قمت بها يعني، واشارك يعني كنشارك معكم يعني الاشياء التي قمت بتجربتها لكي تستفيد انت يعني ولا تقع في اي غلط، يعني هذه معلومة شاملة. كما كتلاحظ معايا اخي الكريم غتلقى واحد كيبان لك دابا قدامك واحد البانر يعني صوته، يعني غادي تكليكي عليه وغادي تشوف كيفاش تبدا في هذا الموقع هذا، كيفاش تسجل في هذا الموقع، كيفاش نبدا نقدر نحقق دخل قار، وكيفاش ايضا نحقق 300 دولار يعني في اقل من 3 ايام يعني بطريقة بسيطة فقط من نسخ المتداولين. هذا الموقع ما كيتطلبش انك تكون ذكي ولا يعني هي ذكي من واحد الناحيه، خاصك تكون شي شويه يعني ماشي ذكي حتى لواحد يعني حتى لواحد الدرجه، المهم غير خاصك تكون منطقي وتعرف راسك فين غادي شنو كتحط وشنو، يعني ما كيطلبش خبره، هادشي اللي بغيت نقول، ما كيطلبش واحد الخبره تكون يعني خبير انك تبدا تحط، يمكن لك فقط يعني اتباع دوك التوجيهات اللي
اللي وجهتكم، اللي غتلقاهم في هذا الفيديو اللي قمت يعني، او في هذا البانر اللي غتكليكي على غديك الفيديوهات اللي غادي يشرحوا لك الشرح ديالي خاص يعني بطريقة يعني نسخ المتدونين. اظن ان هذه الحلقة يعني بسيطة جدا، يعني كنشكركم من يعني من صميم القلب على يعني التعاون ديالكم مع يعني لا شيء مستحيل امام الارادة. اتمنى يعني ان اراك في حلقة قادمة ان شاء الله، معلومة جديدة بطبيعة الحال. اخي الكريم اختي الكريمة، اذا كان عندك اي مشكلة بطبيعة الحال لا تنسى يعني بالدخول الى صفحتي العامة facebook.com/sofian.angrawi، غادي تلقى يعني كان رسائل يمكن لك تراسلني ونكون يعني جد سعيد بالاجابة عنك، سواء كانت اطار سواء كانت ربح من الانترنت. مرحبا بك اخي الكريم اختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.